الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. الآية الأولى مرتبطة بالتي قبلها والتي شرحناها في درسنا الأخير وربما الذي قبله أيضا، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عندما نزلت هذه الآية: قل أي يا محمد لأصحابك للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ورد أن في المنافقين من أخذ يقول ويشيع إن محمدا يدعو الناس إلى محبته، ويفعل كما فعل عيسى بن مريم إذ دعا الناس إلى أن يحبوه ثم إلى أن يقدسوه وأن يرفعوه إلى سدة الربوبية. محمد عليه الصلاة والسلام هكذا يفعل. لماذا؟ لأنه تلا عليهم قول الله عز وجل هذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية بيانا لمعنى الآية السابقة: قل يا محمد أطيعوا الله والرسول. أطيعوا الله والرسول، هذه الجملة من الآية تبكيت وإسكات للغو أولئك المنافقين، يعني إطاعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي فرع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن بالله عز وجل ينبغي أن يضع نصب عينيه طاعة الله، طاعة الله فقط. ولكن إذا وجد أن الله عز وجل أمره أن يطيع رسوله، إذن فطاعته لرسول الله أصبحت جزءا من طاعته لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يوضح لنا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى طاعته ليست افتئاتا على الله عز وجل، وإنما هي تبليغ لما أمر الله عز وجل به. يعني هذا من ما يعبر عنه البيان الإلهي في مكان آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، ذلك لأن
طاعة رسول الله عز وجل هي فعل الطاعة لله. أنت عندما تريد أن تطيع الله ما هي النافذة أو الوسيلة التي بها تصل إلى طاعة الله؟ طاعة رسول الله، لأنك لم تتلقى عن الله مباشرة، إنما تلقيت عن رسول الله أوامر الله، تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الله. فإذا قلت لرسول الله لبيك وأصغيت السمع إلى أوامره ونفذت، فأنت بهذا تنفذ فعلا أوامر الله. إذن هذه الآية الثانية رد على المنافقين، قل أطيعوا الله والرسول. نعم، طاعة الرسول تأتي بعد طاعة الله، يعني هي فرع عن طاعة الله كما قلنا. فإن تولوا، فإذا واصلوا إنكارهم وإباءهم، قلنا كلمة تولوا تعني الإعراض مع الاستكبار مو الجهل، هذا شيء ذكرناه ولا نعيد بيانه. فإن تولوا، لكن هنا فإن تولوا علماء التفسير قالوا يمكن أن تكون تولوا فعل مضارع، حذفت إحدى التائين منها، يعني أصلا فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم، من القواعد العربية إذا جاء الفعل المضارع مصدرا بتائين يجوز تخفيفا أن نحذف إحدى التائين. فأنت تقول لصاحبك إن تتولى يحصل كذا وكذا، ممكن أن تقول إن تولى حذفت إحدى التائين. إذن ممكن أن تكون كلمة فإن تولوا فعل مضارع، أصلا فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني الآية كلها إذن هي خطاب لمن؟ لهؤلاء المنافقين وأمثالهم كلها من أولها لآخرها. قل يا محمد أطيعوا الله والرسول، فإن تتولوا خففت بهذا الشك، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وممكن أن نعتبر كلمة تولوا فعل ماضي، تولى جمع ماذا؟ تولوا. نعم، فلان تولى والجماعة تولوا يعني أعرضوا. قل يا محمد لهم كذا وكذا، ثم خاطب رسول الله قائلا فإن قلت لهم هذا الكلام وتولوا وأعرضوا استكبارا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن عرفنا أن كلمة تولوا ممكن أن نفسرها كفعل مضارع، الآية كلها خطاب لهؤلاء المنافقين، وممكن أن تكون فعل ماضي بس يكون صار التفات. الجزء الأول من الآية نعم خطاب للمنافقين، الجزء الثاني منها عودة خطابا لمين؟ لرسول الله. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يا محمد أعرضوا، نعم، فإن الله لا يحب الكافر. طيب هو المفروض أن يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، لأن الكلام عنهم. طيب لماذا قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين؟ لبيان أن سبب في عدم محبة الله لهم كفرهم. لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لا يستبين السبب، لا يستبين السبب، لكن عندما قال فإن تولوا إن استكبروا وأعرضوا ولم يلتفتوا إلى كلامك فليعلموا أنهم كفار، ولذلك ونظرا إلى أن الله لا يحب الكافرين فهو لا يحبه. نعم، هذه الآية إذن أيها الإخوة تتم للآية السابقة التي شرعناها وفصلنا القول فيها خلال درسين فيما قد أذكر. نعم، هذه الآية بيّنت لنا أن الذي يذكر
بضرورة اتباع رسول الله فيعرض عن ذلك، يعرض عن اتباع رسول الله كافر، يصنف كافرا. واضح كيف؟ يعني وهذه عبارة صريحة، فإن الله لا يحب الكافرين، الحديث عنه. هذه الآية رد على من؟ على كثير من الناس اليوم. هنالك لعلكم تعلمون أن في من يعدون أنفسهم مسلمين يقولون نحن نتبع القرآن، لا شك في ذلك، القرآن كلام الله ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونحن نصغي السمع إلى هذا الكتاب العظيم ونطبقه. لكن لا يجب علينا أن نضيف إلى اتباع القرآن شيء آخر. حديث محمد عليه الصلاة والسلام فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه المنكر وفيه الموضوع، وتطاول الأمد بيننا وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك ما بدنا ندخل في المتاهات، نحن نطيع الباري عز وجل من خلال تنفيذ القرآن ويكفي. ما الذي تراه ردا صريحا على هؤلاء؟ هذه الآية. فإن تولوا أعرضوا قالوا لا نحن ما بنتبع الرسول، لأن يكفينا القرآن، فاعلموا أنهم كافرون وإن الله لا يحب الكافرين. واضح كيف؟ نعم فعلا، لأنه يلي بيقول فعلا أنا لا أتبع إلا القرآن ولا أصغي السمع إلى كلام محمد عليه الصلاة والسلام. كيف هيك؟ شلون بنعده مسلم؟ هذا كذاب، هذا عم يضحك علينا لما يقول عن حاله مسلم. بنقول له ليش القرآن أنت منين أخذته؟ هلا مين اللي وضع القرآن بين يديك وقال هذا كلام الله؟ مو هم رسول الله. فإذا أنت مالك واثق من رسول الله لازم كمان القرآن ما يعني ما تصغي السمع اللي واضح عندك. طيب ربما قال لا هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن وصلنا بالتواتر عظيم. من الذي شرح لك القرآن؟ من الذي فسر الربا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا. نعم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل لو النبي ما شرح الربا منين بدك تفهم معناه الربا؟ متى يكون التعامل ربويا ومتى لا يكون ربويا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكلام الله سبحانه وتعالى ينزل نعم علينا، نعم صح، ورسول الله مكلف بأن يشرح ويبين. فمن أعرض عن شرح رسول الله وبيانه لكلام الله فهو يريد أن يتحرر من ضوابط القرآن، يريد أن يفسر القرآن على مزاجه. ليش ما بده يتبع الرسول؟ لأن الرسول بده يضيقه، يقول له هيك معنى الآية وهي معنى هيك، الزكاة هيك، الربا هيك، الفواحش هيك، إلى آخره. نعم، فهو لا يريد أن يتقيد، لذلك يقول أنا بتبع القرآن لكن على أن أفسر القرآن كما أشتهي. وهم هكذا يقولون فعلا. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كلاما هو من جملة الخوارق التي أكرم الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح، رب رجل متكئا حال متكئا على أريكته، يعني شايف حاله هيك، يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كلام الله. نعم، فما كان من حلال حللناه وما كان من حرام حرمناه. ألا وإن الذي نعم أمر به رسول الله كالذي أمر به الله. نعم، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو قال لك قائل من أين لك أن الذي يقول أنا لا أطيع
الرسول أطيعوا الله فقط. من أين لك أن هذا كافر؟ للقرآن. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا. قال فإن الله لا يحبهم، لو قال إن الله لا يحبهم جزء من الفسق هذول لأنه فسق، لكن الله قال فإن الله لا يحب الكافرين، إذن صنفهم مع الكافرين. طيب، ثم إن الله عز وجل نقلنا إلى موضوع جديد، هذا الموضوع يتصل بالحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصارى نجران الذين جاءوا إلى رسولنا استقبلهم وأكرم وفادتهم وأنزلهم في المسجد كما قد ذكرت لكم. فالباري عز وجل يقص علينا جذور مسألة سيدنا عيسى وولادته ونبوته وشخصيته وما يتعلق بذلك. يبدأ البيان الإلهي في بيان ذلك بتمهيد، يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى، اختار، ميز، اصطفى آدم ونوحا. واضح كيف؟ سيدنا آدم مما يدل على نبوته، في ناس جعلوا مسألة نبوة سيدنا آدم محل بحث، يا ترى نبي ولا مو نبي، في ناس كتبوا بيانات ومقالات أنه لا مو نبي، ولكن هذه مكابرة بالمحسوس. ربنا عز وجل يقول إن الله اصطفى آدم قبل كل شيء، اصطفاؤه لسيدنا آدم، نعم، أقل ما يدل عليه هذا الاصطفاء نبوته، أقل ما يدل عليه نبوته، نعم. والباري سبحانه وتعالى عندما أنزل سيد آدم إلى الأرض أوحى إليه أم لم يوحى إليه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآية. لك هنا المهم، سيدنا آدم أول نبي من الأنبياء وأول رسول من الرسل، إلى من أرسل؟ ما في حدا، لا لذريته، لما وجد، لمن وجد من ذريته، نعم. إن الله اصطفى آدم ونوح، سيدنا نوح من أقدم الأنبياء، لم يكن أول واحد منه بعد سيدنا آدم، الله أعلم، المفسرون اختلفوا، هناك من يقول أنه لا، قبل سيدنا نوح ما في حدا، وهذه يعني هذا دخول في متاهة. الأفضل والأدب مع الله أن نقول الله أعلم. ربنا عز وجل ما قال أنه أول نبي بعد آدم هو نوح، لو قال هيك كنا حكينا الكلام، لكن الباري عز وجل حدثنا عنه. ليش يقولوا الكلام؟ لأنه ربنا عز وجل عندما يحدثنا عن رسول الأنبياء أول من يحدثنا عنه مين؟ سيدنا نوح. بعدين يجي بيحكينا عن عاد وثمود وإلى آخره. فالبعض منهم شو قالوا هذا، يعني أن أول نبي بعد سيدنا آدم هو نوح. الباري عز وجل قال عن الرسل والأنبياء منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا كلام ربنا عز وجل، وهذا رد على بعض، سبحان الله، بعض دعاة إلى الإسلام، بعض من يعني يمارسون الدعوة إلى الإسلام، يقولون بين فترة والأخرى أنه إيه نعم كل الرسل والأنبياء نزلوا بالشرق الأوسط، إيه نعم كله نزلوا بهذه المنطقة، لكن من لك الكلام هذا؟ أعوذ بالله. نعم، باري عز وجل قص علينا قصص نماذج منهم، وأنبأنا أنه أرسل رسل، ما من صقع من الأصقاع إلا وأرسل في أمها، يعني في حاضرتها في عاصمتها رسولا، لكن ما حدثنا عنهم كلهم. واضح كيف؟ فليس هنالك بين أيدينا
ما يجعلنا نجرؤ لنقول إن أول رسول كان بعد سيدنا آدم هو سيدنا نوح. قل الله أعلم. طيب، إن الله اصطفى آدم ونوحا ثم قال وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سؤال الوالد هنا، طيب لما تحدث عن سيدنا آدم ونوح ما قال آل؟ قال إن الله اصطفى آدم ونوح، ما قال اصطفى آل آدم آل نوح. بعدين قال وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لماذا يا ترى؟ هل سيدنا آدم كان أول مخلوق بالنسبة للبشر وأبو هذه الخليقة التي أقامها الله عز وجل فوق هذه الأرض؟ لذلك كلمة آل مو واردة بالنسبة له. بالنسبة لسيدنا نوح عندما جاء الطوفان دمر الطوفان كل اللي كانوا، لم يبقى من هذه الخليقة التي كانت تعيش فوق هذه الأرض إلا من أنجاهم الله داخل السفينة. لذلك الباقيين كلياتهم راحوا. وقال سيدنا نوح ابنه الباري عز وجل أنزل في محكم التبيان قول عندما قال سيدنا نوح ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني لما الباري عز وجل أمره أنه ينزل بالسفينة هو وأهله، وأهلك إلا من سبق عليه القول ولا تخاطبني في الذين، قال يا ربي هذا ابني من أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا ما في له أهل. وأنتم تعلمون أن سيدنا نوح نادى ابنه وكان في معزل، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف منطق الإلحاد، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من مو من الجبل، من أمر الله. صحح له كلامه. الولد أجابه بمنطق الإلحاد، وربي عز وجل ألهم سيدنا نوح أن يجيبه بمنطق العبودية لله. قال سآوي ابنه سآوي إلى جبل يعصمني الماء، يعني الطبيعة شغل الطبيعة، فأنا سأفر من هياج الطبيعة إلى حمى الطبيعة. الطوفان طبيعة، وشو كمان، والجبل طبيعة. لا، صحح له سيدنا نوح. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. لكن المسألة مو مسألة الطبيعة، مسألة مو مسألة جبل وطوفان، مسألة أمر صادر من عند رب العالمين، وربي عز وجل يسخر ما شاء لما يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، سبحان من جعل الماء سر الحياة فإذا شاء جعله سر الهلاك، سبحان من جعل الرياح سبب الانتعاش وسر الحياة فإذا جعل الرياح سر الدمار، أليس كذلك؟ إلى إذن من أجل هذا لا نجد كلمة آل. فلما تحدث عن إبراهيم قال وآل إبراهيم. الواقع أنه نحن نقول عن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وهيك أبو الأنبياء. وكذلك سيدنا عيسى. فهؤلاء الأنبياء الذين جاءوا كما يقول رسول الله إخوة لعلات، يعني في قرابة بيناتهم، قرابة يعني مو ضرير نفهمها قرابة الرحم، لا، قرابة الشرع، قرابة الدين الواحد، قرابة العقيدة الواحدة. الشرائع قد تختلف لكنها عقائدهم واحدة. لذلك جاء هنا كلمة آل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
على أن جل المفسرين لما فسروا كلمة ألمان فسروها بالقرابة الرحمية التي نعرفها، يعني بيقربوا بعضهم البعض، هو جد لكذا نبي وكذا إلى آخره من أرحام ومن كذا، لا، قالوا يعني هذه صلة، صلة العقيدة، صلة العقيدة، مثل قول الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هل بعضهم من بعض يعني بيقربوا بعضهم؟ لا، القرابة مو قرابة رحم، وإن بعضهم من بعض من حيث المعتقد الباطل. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. ذرية بعضها من بعض، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران، عمران من هو؟ هو جد سيدنا عيسى، هو زوج أم السيدة مريم، واضح كيف؟ نعم، كما سنبين. فالباري عز وجل جعل سلالة آل عمران أو العقيدة التي أرسل بها الرسل والأنبياء بدءا من هذا العصر فما بعد كلهم منضبطين مرتبطين، نعم، متقاربين فيما بينهم، إن لم يكن عن طريق الرحم فعن طريق المعتقد الواحد. نعم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الحديث الآن يتمركز عن آل عمران. آية أخرى قالت ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الحديث الآن عن آل عمران. نعم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. كيف كان خبر هذه الذرية؟ يقول الباري عز وجل إذ، يعني اذكر، اذكر إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، يا محمد اذكر يوما حصل فيه كيت وكيت وكيت، يعني يكن من علم داخلا في علمك هذا الذي أنبئك به. إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران جل المفسرين يقولون إن اسمها كان حنة. نعم، جل المفسرين، بل أكاد أقول كل المفسرين. نعم، فإذا كأن هنالك إجماعا على أن، نعم، زوجة عمران أم السيدة مريم اسمها حنة. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني ما المناسبة التي جعلتها تقول هذا الكلام؟ أيضا ورد علماء التفسير ما أذكروا في ذلك خلافا، قالوا إنها كانت يعني لا يولد لها ولد، نعم، ولا يكتب لها حمل، فلما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمها بمولود وحملت ما في بطنها فرحت بذلك وكانت من الصالحات، فنذرت بينها وبين ربها عز وجل. طبعا هي ما هي من الأنبياء، لكن مثل أي واحد منا لما بيفرح بنعم الباري عز وجل أكرمه فيها بيدعي يقول يا ربي أنا، نعم، هذا المال إذا جاءني فلسوف أجعل قسما منه، نعم، صدقة لوجهك، سأجعل قسما منه، نعم، صدقة جارية إلى آخره، من هذا القبيل. نعم، امرأة كانت تعد نفسها عقيما، ثم إن الله عز وجل أكرمها بحمل فعبرت عن فرحها وعن حمدها لله عز وجل بهذا، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا،
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كيف يعني نذرت؟ النذر بالمصطلح الشرعي المعروف، نعم، فيما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما يكون من الإنسان بحق نفسه، ولا يتأتى النذر من فلان لشخص آخر. يعني عندنا بالشريعة الإسلامية ما بيصير واحد يقول أنا نذرت ابني يصير في كذا، أنا نذرته لهذا العمل. أنت بتنذر نفسك، ما بتنذر غيرك. لا تملك أن يعني تستلب حرية سواك تزجه في نذر من النذور، لا يتأتى لك ذلك. لكن ممكن أنك أنت تلزم نفسك بشيء من هذا، أما أن تلزم غيرك بذلك فهذا لا يتأتى. لكن كيف هي قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا؟ قال العلماء هذا النذر ليس المراد منه النذر المصطلح عليه في الشريعة الإسلامية باب النذر، لا، وإنما المراد النذر اللغوي. يعني هي تريد أن تقول إنني عادة الأم عندما ترزق بولد، أو الأبوان عندما يرزقان بولد، الولد شو بيكون؟ خاضع لسلطان الأبوين، خاضع لسلطان الأبوين، يأمرانه، ينهيانه، يربيانه على النحو الذي يشاءان، أليس كذلك؟ إذن الولد عادة بيكون خاضع لسلطان الأبوين أو لسلطان الأم. هي شو قالت؟ لا، أنا بدي حرره من نفسي، أنا ما راح ألزمه بشيء، ما راح أخضعه لسلطان الأمومة نهائيا، راح أترك لك يا إلك يا ربي. هذا إذن كلمة النذر ليس المراد بها هنا المعنى الاصطلاحي المعروف في باب النذر، واضح؟ وإنما المراد هو ما قلت لكم، أي إنني سأحرره من التبعية لي، من الخضوع لسلطاني كأم، آمره، أنهاه، أوجهه، لا بجعله إلك وبس. مثل أي واحد اليوم مثلا يرزقه الله مثلا طفلا يوجهه إلى خدمة الدين، رأسا بيحطه يدرس شريعة، وبعدين بيجعله من الناس الذين يخدمون دين الله عز وجل، وما بده منه شيء، لا بده منه يشتغله ولا يخدمه ولا يسعى إليه، من هذا القبيل. نعم، إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا من سلطاني، محررا من هيمنتي عليه، أبدا ما لي سلطان عليه. لكن شو بدي يساوي؟ كانت تقصد أن تجعله، هي متصورة أنه راح يجيها غلام، أن تجعله قيما على المعبد آنذاك، اللي هل الآن يسمى كنيسة، لكن آنذاك معبد، والجامع المشترك بين المصلى والمسجد والكنيسة، شو هو؟ معبد، نعم. وكانت هذه العادة مضطردة، يعني شخص من الأشخاص بيجعل ابنه خادم في بيت من بيوت الله عز وجل، يرعى هذا البيت بكل معاني الرعاية والاهتمام، الخدمة والتعليم والإرشاد والعبادة وكل شيء، أبدا شغلته بهالمسجد بهذا العمل، لا يطلب والده أو أبواه منه شيئا. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني يا رب إنك أنت السميع العليم. وباري عز وجل يوضح فيقول، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فلما وضعتها ولدت ثمال ولدها. فلما وضعته ربي قال فلما وضعته، يعني قبل ما هي تقول لربها اني وضعت وانثى، الله يعلم. نعم، لذلك قال فلما وضعتها، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعت وانثى وليس الذكر كالانثى. ليس المراد بكلمه ليس الذكر كالانثى ما يفهمه بعض الناس من ان الانثى يعني هي دون الذكر في الدرجه، لا لا، وانما المراد ان الانثى لا تليق بان تكون خادما في معبد. يعني اللي بده يكون خادم في معبد بده يستقبل المصلين والمتعبدين، حاكيات وحاكيات يخدم إيه؟ الانثى لا يتاتى منها ذلك. بعدين الانثى بثلث او ربع ايامها شو بتكون؟ غير طاهره، لا تستطيع ان تدخل الى المعبد الى المسجد. وليس كذلك قسم كبير من الاحكام التي نحن ندرسها اليوم بالشرع كانت موجوده انذاك. نعم، قسم كبير نفس الأحكام. نعم، فشعرت بإشكال أنه كنت أتوقع أن يكرمني الله عز وجل بغلام ليتأتى لي تنفيذ ما قد عزمت عليه، لكن شئت غير ذلك. إني وضعت وأنثى، كلمة والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، يعني هذا مو من عندها، من كلام مين؟ من كلام رب العالمين. قالت ربي إني وضعتها أنثى، انتهى كلامها. الباري عز وجل يقول لنا والله أعلم بما وضعت. ليش؟ مين اللي صاغها أنثى؟ من هو الله سبحانه وتعالى؟ ليس لك من الأمر شيء. هذا خطاب للرسول لا، لكنه خطاب لنا. خلق الله عز وجل، تطوير الخلق، تدبير الأمور، كل ذلك عائد إلى الله، ولا يجوز لك أن تدخل أي شركة أو أي تسبب، أي تسبب مع الله في شيء من تدبيره وخلقه. قال ما في أسباب؟ نعم الأسباب موجودة، لكن من اللي جعلها أسبابا؟ سبحانه مسبب الأسباب. نعم، والآن طبعا أنتم تعلمون أن في الأطباء من يقولون أنه هو يستطيع أن ينبئ الحامل بالجنين في الشهر الثالث أو الرابع مثلا، هو ذكر أم أنثى؟ بيشوفوا الصبغيات اللي بيسموها الكروموزومات. إيه نعم، في مؤشرات للذكورة وللأنوثة. إيه نعم، فعندما يجد، وفعلا هذا الشيء ما كان موجود في الصبغيات، لم يكن الأطباء يعلمون ذلك، فبإمكانه يبين ويقول له هذا الجنين سيكون ذكرا. هذا غير انه الايكو بيبين ذكر. يعني بشوف يمكن بعينه انه والله الجنين اللي اتي واضح انه ذكر او انثى. حتى هذا لا يجوز ان نعتمد عليه انه اذا الموضوع كذلك، بيبدل وبيغير رب العالمين. هذا ممكن تكون الصبغيات تؤشر على انه الجنين ذكر، ايه، ويجعله ربي انثى، بصير ولا لا؟ ليش مين جعل الصبغيات لما تكون اكس اكس او اكس واي؟ نعم، علامه الذكوره وهيك علامه الانوثه، مين؟ رب العالمين. طيب ببدل بغير، اليس كذلك؟ وحتى لو ان الطبيب عن طريق الايكو تاكد بعينيه انه الجنين ذكر او انثى، ممكن انه يتغير ولا لا؟ ممكن. وأنا حدثتكم، نعم ابني زوجته من سنوات طويلة كانت حامل، وفي المرحلة ما بعد الشهر الرابع، نعم، الطبيبة اللي كانت تراجعها، نعم، زوجة ابني عن طريق الإيكو أكدت أنها رأت الجنين ذكر، خلاص استبشرت. لما ولدت جاءها المولود أنثى، والقصة يا الأطباء كلهم عرفوا، أداروا الحديث فيما بينهم. المسألة بسيطة، رب العالمين لكي يجعلك لا تستطيع أن تجزم بالغيب
بغير مبدل. ممكن قل بتوقع تجي غيمة من هون. نعم الفلاحين بيعرفوا أكثر من جماعة الأجواء والأرصاد الجوية إنه هذه الغيمة عم تحمل مطر إن شاء الله في معلش. أما أن تجزم ليس لك ذلك، العلم يقول لك إياك أن تجزم لا يتأتى لك ذلك. نعم واضح كيف؟ نعم. فربي عز وجل الله أعلم بما هو اللي سوى بنته وليس ذكرا. ثم قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن مريم هذه هي أم سيدنا عيسى، وحنا هي جدة سيدنا عيسى، وسيوضح لنا البيان الإلهي المراحل الآتية في خلق سيدنا عيسى وما يتعلق الموضوع إن شاء الله. بنتابع الكلام في درسنا القادم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام كم أنت حفي بنا يا رب. سبحانك يا رب كم أنت متفضل علينا يا الله. سبحانك يا ربي كم أنت محسن إلينا، جمعتنا في رحابك، أكرمتنا بذكرك، أكرمتنا بمراجعة كتابك يا ذا الجلال والإكرام ودراسة كتابك المنزل على نبيك المرسل. نسألك اللهم أن تديم فضلك علينا، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. نسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لمحبتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين وبحبهم لك، ونسألك بحبك لحبيبك المصطفى وبحبه لك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تعجل باليسر بعد هذا العسر، وأن تعجل بالفرج بعد هذه الشدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا سنظل ندعوك وسنظل نلح ونلحف في الدعاء ما حيينا يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كسرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه. ها نحن نلح ولسوف نبقى نلح ولسوف نلح ولسوف نظل واقفين على بابك، ولسوف نظل ملتصقين بأعتابك، ونحن لا نرتاب في أنك تستجيب ولا نرتاب في أنك قد استجبت، ولكننا لا نعلم متى وكيف. نسألك اللهم العجل، نسألك اللهم العجل العجل برحمتك التي وسعت كل شيء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.